بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نكون أصحاب توحيد حتى نقدرك حق قدرك ونطيعك حق الطاعة. أمين يا سميع يا كريم. الآن إن شاء الله تعالى سنعتني بما انتهت بآية واحدة من سورة البقرة. يقول ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية 249 من البقرة دوكاو لاباش، يقول ربي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هل مش يعرف قيمة النهاية دي الآية الكريمة يكون كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سبقون قبل عصر البعثة الأخيرة على سيدنا أفضل صلاة والتسليم كانوا من نوعنا اللي هم ربانيون 100% واثقين من عهد الله بالنصر، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعود إن شاء الله تعالى.